أودعت المملكة إلى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية سك الانضمام إلى اتفاقية نيس وذلك في إطار شراكاتها الاستراتيجية مع منظمات الأمم المتحدة، ووفقا لرؤيتها عشرون ثلاثون مثل المملكه في مراسم التوقيع التي تمت بمقر المنظمه سعاده المندوب الدائم للمملكه بجنيف السفير دكتور عبدالعزيز العزيز الواصل بحضور المدير العام للمنظمه العالميه للملكيه الفكريه السيد دارين تانك نودع اليوم صك انضمام المملكه الى اتفاقيه نيس بشان التصنيف الدولي للسلع والخدمات لاغراض تسجيل العلامات حيث ستستفيد المملكه من الاتفاقيه في اغراض تسجيل العلامات التجاريه تعد قوانين حمايه الملكيه الفكريه عاملا مهما لتطوير الاقتصاد وفي المملكه العربيه السعوديه تحدد رؤيه المملكه 2030 عددا من الاهداف من اجل تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وتعمل المملكه على تعزيز الابتكار المحلي وتحسين الاقتصاد الوطني كما تزعى دبلوماسيتها في جنيف على تعزيز دور المملكة في الساحة الدولية ومنظمات الأمم المتحدة ونشر ثقافة الملكية الفكرية واحترام الحقوق الفكرية في شتى المجالات المملكة العربية السعودية لها علاقة ممتازة جدا بالمنظمات الدولية عموما وبمنظمة الدولية الملكية الفكرية خاصة في ظل اهتمام المملكة بتطوير قوانين والمعايير ذات الصله بالملكيه الفكريه. اليوم اودعنا صك اتفاقيه نيس وقبل ذلك اودعنا عدد من الاتفاقيات وستستمر المملكه في تطوير الاجراءات والقوانين لاجل مزيد من الحمايه للملكيه الفكريه. المدير العام للمنظمه العالميه لحمايه الملكيه الفكريه اشاد بجهود المملكه في حمايه الملكيه الفكريه والانجاز الذي حققته في مجال براءه الاختراعات بجانب الدول الصناعيه الكبرى حيث جاءت المملكة في مقدمة الدول كأكبر مستخدم لنظام معاهدة البراءات بنسبة أكثر من 72% في عام 2020 برغم تحديات كوفيد 19. شراكة استراتيجية بين منظمات الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية تستند على رؤية المملكة 2030. طه يوسف حسن قناة الإخبارية المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية جنيف